بابي سي صباح الخير. يا غادة بديت انا وجهي باقي شاحب، غادة بهم عند صاحبتي ومن تما كنمشيو للدار. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ولكن انا غنرجع معاكم دابا. شوف المشي غادي عند السيد. شكرا شكرا، الله يخليكي. انا جيت للسونتفيل، عندي واحد الغرض، دراري اولادي مع باباهم. هاشم كان في لاكريش وقال لي واش نهزو، قلت ليه هزهم تارك شي جوج هكاك. وانا جيت قضيت واحد الغرض، خليت الطوموبيل في المطار غنرجع ليها، كتجيني اسهل ملي كتشد ملي كتباركي الطوموبيل وكت يعني نشد الطران، كتجيني القضيه اسهل. ايوا هادشي اللي كاين، حنايا كنتسناو اش غايقول لينا، الناس حولك. راه يا ربي والله اش غنقول لكم، اي واحد كيتابعني انا هادشي كنقولو لراسي وكنقولو لاي واحد اللي كيتفرج. الصبر مهم في الكرايسيس، في الكريزه ولا في ملي كتكون مزير بحالي دابا. انا كنتسنى النتيجه ديال الكرا، يا ربي قبلوني، يا ربي اختاروني. مع دابا الدار اللي كتعجبك كيكونوا ناس اخرين اللي تما عاجباهم، فهمتي؟ فكتبقى شويه مزير، ما حيلتك هذه ما حيلتك الفراش. يعني والله انا باقا ما فكرتش اصلا كي غندير في التحويل. طبعا غنشوف شي حد، غنشوف شركه ولا نشوف شي ناس يحولوا لي، ما نقدرش نهزك الشيء، انا زك شي الخفيف. ولكن علم الله راك شي شحال غادي يكون، واش غتكون عندي مجموعه ولا لا، علما ان الكرا غير بوحده راه ملي كتبغي تدخل راه كيقول لك تخلص شهر شهرين يعني، فهمتي؟ وزيد. ف الانسان يحاول يثبت في هاد المواقف اللي في شكل اللي كيتزير فيهم لهذا، حيت حتى الا ما تثبتش راه مشكل. وكما كيقول بلونغلي توكين اوف ذيس، ما انني كنهضر على ثباته الباك. هذا واحد الميساج اي واحد، اي سيده عندها ولدها ولا بنتها في الباك، كنتمنى يسمعني ويدير بهاد النصيحه اللي غنقول ليه. طبعا ماشي ساهل انك مثلا تعاود ما تنجحش في الباك او لا ما تدوش الامور كما يقول لك صافي يحيدوك الورقه ولا ما تنجحش ولا شي حاجه. بقات فيا ديك البنت مسكينه الله يرحمها في اسي، مدينتي المدينه اللي تزاديت فيها، وهذا بقات فيا مسكينه. وبغيت نقول الدراري تاع الباك راه ماشي هو نهايه العالم. هنايا في المغرب كيرجع بحال داك الباك هو اللي غيدخلك الجنه، اي نقرا ونخدم ولا سقط نعاود، ولا سقط عاوتاني وفيا شي جهد نعاود، فهمتوا؟ ولكن راه ماشي هي نهايه العالم. اي راه كنشجعوا الدراري على القرايه، قراو ونجحوا هذا، ولكن يا ما ناس ما قارينش اصلا. يعني ما كنقولش لكم هذا الشيء انك ما تقراوش، ولا بالعكس القرايه مهمه واولويه وكتفتح لك بزاف البيبان وبزاف بزاف بزاف الحوايج، ولكن ماشي لدرجه انني نادي راسي الا ما جاش الباك. ما كتستاهلش، نمشي نبكي، نسنط راسي، نبدل الجو، نبعد من الناس اللي غيبقاو يفكروني. وللاشاره واحد الحاجه، علاش قلت لكم خليو اللي كتعرفوا شي واحد في الباك يسمع هذا الفيديو، انا معاوده الباك رغم انني طول عمري وانا كما كنقولوا العائله والاصحاب شاهدين عليا انني دائما كنت من الاوائل يعني من صغري. ولكن في الباك كانوا مشاكل، تحولت، كانت واحد الاستاذ شد معايا الضاد وصافي تزيات، والدي كانوا في ليبيا وصافي قلت لهم والو حولوني، كنت في كازا وصافي في وسط العام والباك وسيونس وهذا، تحولت وسط العام لانني جا واحد الوقت الاساتذه بغاوني ندير عندهم ليكوغ وانا مبغيتش ندير عندهم، وكنت كنراجع وكنخدم بوحدي وكنجاوب مزيان، كيبقاش شادين معايا الضاد. غير كاين شي اساتذه زعما الله يسمح ليهم وصافي، هي كتجاوبي متحمسه هو كيتلفت حتى لما يضحك يشوف متحمسه، شوف هذه المجتهده هذه ما عرفتش شكون اللي كيدير ليها السوايع زعما كيسحاب ليهم. انا حيت كنخدم بوحدي وكنجاوب مزيان في الوقت وهذا، انني لفيت انني كنجاوب وهذا كيرجعوك بحال الاضحوكه ديال القسم زعما، شوف هي
هي هذه اللي بواها جاب ليها استاذ المعشنا هي ثاني غنبقى تنوض تصدى انا هذا الاستاذ هكا كيهضر تخيلوا معايا صافي عقدني كنت كنجي من المدرسه دائما كان بكي الوالدين كانوا في ليبيا بعاد يعني ما كاينش مشي واحد اللي هكا يوقف معاك وهذا كانوا بعاد فاش قالوا لي اش غديري سيري لاسفي عند دار جداك وخالتك وهذا صافي سيري تماك وعلما انا ملي الوقت اللي باش تحول الوراق وسافر وهادي والانتقال داس مع واحد الشهر ولا شهرين والدروس كي تراكموا وانتم راه عارفين المات والمواد العلميه راه ماشي ساهل راه كيداز عليك غاد جوج دروس ولا ثلاثه ما فهمتيهمش فهمتي والدروس مرتبطين شي معلق بشي الا ما فهمتيش كشي الاول كشي الاخر المهم حريره وروينه وشحال ديال التخربيق وجاتني الديبرسيون وتخيلوا معايا جيت عاودت الباك ومبقاش كنحمل التواحر ومبقاش كنحمل راسي ومبقاش كنحمل العالم ولكن ما عمرني ما قلت زعما هذه هي النهايه اوكي كنت كنقول خافي الحال وبكيت وهذا ويا ما ناس عرفتي كاين شي حقاره كاين واحد النوع ديال الحقاره بغيت نقول لكم بعدو منهم بزاف وهذاك الحقاره راه باقي في بلاصتهم باقي زعما بالباب لا نضحك عليه هذاك النوع هذاك الحقار انك يعني ما صد يا راجع لي دائما كنجي الاولى ماشي الاولى المهم بعد مرات جيت شي ثلاث مرات الاولى ولكن كنت كنجي باغمي لا ميور دائما الثالثه الثانيه بعد مرات الاولى الاغلبيه يعني هذوك الخمسه الاولين في القسم كتلقاني منهم دائما حياتي كامله وكاين واحد النوع ديال الناس بحال كيعجبو الحزن ديال الاخر كيعجبو هذاك تكسر قدامه باش هو يحس براسو انه دار انجاز في الحياه انه فهمتي انجاز ديالو هو هذاك فلان اللي كان كيمثل ليه واحد الكومبيتيسيون في حياته وتهرس وكتبقى حتى دابا مثلا الا ما خدمتيش بقيتي واحد الخدمه بلا خدمتيش الحمد لله بعت عز ليا بلادي عز ليا كلشي ولكن انا كنت دائما باغا نعيش برا نكون بعيده يعني هكا ماشي هكا زعما بغيت انا العالم يخليني ترونكيل ما نكونش في بلاصه العمام والخال والخوال صراحه معطيني اتساع تحيه ليهم عائله ماما مساكن بالعكس كيفرحوا بزاف ما كنبغيش نكون في واحد لونفيرونمون اللي كلشي حاضك حاضيت الخطوات ديالك اش كرات اش خدات اش نجحات اش خدمات شحال كتخلص شحال يعني ليسي موا ترونكيل هادي وركات لايك جاست ليف مي لون هادشي اللي كنت في حياتي كامله باغا نكون في واحد البلاصه دوله متطوره اللي هي احسن حاجه بالنسبه ليا اخوان امريكا يا ساده وصافي بعدو مني لا سمو ترونكيل ماشي نتوما لا سمو ترونكيل ديك الساعه داك الناس اللي كانوا كيبسطوني وهذا فقلت لكم كاين واحد النوع ديال الناس اللي فيهم الحقره وما درتي ليه والو يعني دريه كتقرا تحفظ ما كنخرج معقوله ما هادي ما كنهضر معاه ولا الدر ما نهضر معاه بنات اللي عندهم ما يداروا هذا الكتوبه والمكتبات ولا السونتر هذه حياتي واي انجوي ات اند اي لاف ات وكاين اللي زعما بحال كيفرح انت ملي كتجيك هكا شي صدمه ولا هذا ما ديروش بحال هكا صافي واحد البنت كان جات عندي ملي عاودت بوحدها سقطتي لا راه عرفناك سقطتي صوت راه هي دابا مع شنو خدامه ما عرفتش شنو طابير ولا ما عرفتش شنو راه كبر مني بعامين ولا ما عرفتش شنو والله سهل عليها ماشي لانها عيب ولا هذا ولكن شوما فهمتوا راه كيقول لك غيغا بيان كي غيغا لو ديرني وكنت هذيك الساعه مشيت عاودت الباك وجبت في المراقبه عاقله بحال دابا جبت 17 الوطني اللي كنت فيه مع 12 مع شحال ولي نزلني باش جبت هذا ولكن الحمد لله دات مزيان واز اول جود وصافي سهل الله دخلت المدرسه مزيانه جينا الامريكان درنا الماستر الاول درنا الماستر الثاني ان شاء الله دابا نديرو الدكتوراه والحياه تستمر راه ماشي انك عاودتي الباك نهايه العالم ذاتس فاين يعني وات هابن اتس اوكي قلت لكم غيغا بيان لو كي غيغا لو ديرني وواحد الحاجه واحد الحلم حلمت به انت اللي كتفرج في الباك وعندك شي مشكل ولا هذا الحلم اللي حلمت به سبحان الله انا في حياتي هذه القضيه كتوقع لي دائما ويا ربي توقع دابا لان مؤخرا حسيت براسي التقدم ديالي كان شويه بطيء مؤخرا شحال ما خدمت زعما ما استقراش شحال هذا فكنتمنى من الله يوقع لي كما وقع في الباك الشيء اللي غنقول لكم كنت حلمت براسي انني من وراء ما عاودت الباك حلمت براسي بحال صحابي كلهم جا واحد الطوبيس صفر ديال الدراري الصغار
وهزهم ومشاو، وكاع صحابي اللي كنعرفهم اللي كانوا كيقراو معايا الباك ومشاو، وانا جالسه بحال هكا الا انا هزهم كاملين، يعني كاع الناس اللي نجحوا كنعرفهم. جا هذاك الطوبيس ومشى صفر ديال زعما سبحان الله هكا حلمت به ومشى، وانا زعما كنت حزينه وحاجه كنشوف فيهم الطوبيس غادي زعما بحال زعما الباك مشى عليا، وانا جالسه وجا اللي عطاني سكوتر، سكوتر هذاك الكبار عطاليا، وانا معازل ليا الماطر من صغري، كنت باقا صغير عازل الدوار، لعب الكره الموطورات السكوترات هكا ندور اسفي كامل، ملي كنت باقا صغيره مع خوالي في السكوتر. هزيت السكوتر الكبار بحال شي واحد جا وعطاني سكوتر قال لي ها هو السكوتر يلاه هي تبعيهم، شديت السكوتر وديماريت على جهدي وفتهم مراحل فهمتي اللعيبه ديال مشيت تبعتهم شفت فيهم بحال هكا وفتهم زعما وانطلقت. سبحان الله والله كتوقع لي يا ربي توقع عاوتاني شحال من مره في حياتي حتى كنقول مع راسي ناري مشاو عليا كاع دفت عليا وانا ما درت والو وانا ما حتى كيجيب لي الله شي عوض، وليكم حتى نتوما ان شاء الله يا رب العالمين كيجيب لي شي عوض اللي كتمشي زعما كتطلع طلع صارو خيم. وقعت لي ثاني في مدرسه في ليسكا شي مشى لالمانيا مشاو ستاجات، وعرفتي داك النوع الحكار كيكون في اي وقت كاين اللي هكا كاين اللي كيسهل ليه سهل عليه الله شي حاجه صافي كيقول كما كنقولوا كيقول صافي قطع الواد ونشفر ليه ويبدا يضحك على البشر وانت ما تعرفوش انت ما تقدروش وهذا رجاء ما مشيتي فين مسكينه كنت خمي غاني ماستر ثالثيام اني طالع ال كاتريام اني وكانوا مشاو شي المانيا مشي لهذا انا باقا مشيت فين باقا ما عرفتش راسي زعما غنمشي وكلشي كنقول ناري غالي ومحاش غديوني والديا لشي بلاصه وباقي فيا الحال وكنشوف غتصاور وكاين اللي كيستهزئ بيا كاين اللي كاين تخيلوا معايا بالاخص اللي كانوا كيقراو معايا كلهم زعما ولاد الاغنياء زعما دير ماني ماني عندهم فلوس. تخيلوا معايا سيداتي سادات الشوقات ما عمركم تفقدوا الامل دائما تبقاو نخدموا نخدم مثلا اللغه داكشي اللي كيعجبك خدم عليه مزيان طور راسك نو ما روات ما تشوفش انا الناس زادوا قدام شي حاجه وانت يا باقي صافي راه ما كتعرفش الله سبحانه وتعالى باش غيعوضك وباش عوضني الله سبحانه وتعالى. شي مشى لالمانيا كاع اللي مشاو لالمانيا مشاو اللي جلس شهر كاع اللي كانوا كي كما كيقولوا بحال كيصغروا منك بحال ما قدرتيش ما قدرتيش تمشي شي بلاد كاين صافي اللي كيمشي شي بلاد كانوا كساع من قلب غيهضروا معايا كاع زعما بحال حقروني انهم كلهم مشاو سافروا برا وداروا ستاج ولا داروا شي اي شونج ولا شحال الا انا بقى في الحال. وماما كتقول لي ما عادش غنديروها بنتي هادشي راه غالي انتما خمسه تبارك الله ومدارس بريفي لخوتي وكذا وصافي بقيت عاوتاني جاتني ماشي ديبرسيون لكن هكا جيت حزينه وبغيت نهضر مع التحد وهكا هي هذيك فمي غاني ماستر جاتني فرصه لامريكا سيداتي سادتي جيت الامريكان وسهل علي الله ودرت انستاج ولقيت عائله لاباس عليها سكنوني حدا الاغنياء لا كريم دو لا كريم ديال الامريكان كم والو كنمشي ندير ستاج كل مره كسيوا وكاين دائما الطفار ما كنخسر حتى ريال من جيبي ساكنه في فيلا بلا بيسير بهذا غا حداك الاغنياء ديال الامريكان لقاو ليا ان ستاج جيت لشيكاغو سهل الله وصافي الحمد لله تزوجنا درنا اوراقنا استقرينا في احسن في اول اقتصاد عالمي. واللي وقع بالاخص من اللي وليت كندير الانستغرام وطلع ليا الانستغرام 100k 150k وهذا عرفتي العالم شكال شي وحدين من هذاك اللي كانوا كيضحكوا عليا وكان يعني كيبقاو يقول لك لا فهمتي لانه بزاف منهم كاين اللي والدي معهم شركات كاين هذا فكتحس بشويه ماشي دائما الحمد لله مع الوقت طورت انا في ثوازيام اني كاتريام اني سانكيام اني صافي الحمد لله حتى حنايا اش غنقول لكم يعني ماديا نقدر نقول لكم من طبقة ما كنحملش هاد القريه ديال الطبقه المهم كنهضر لكم زعما على ماديا بالنسبه زعما العامة طبقة متوسطة أو لا فوق المتوسطة شوية. الوالد عنده تاكسيات ديالو وعندك بزنس ديال الكاميوات هو أصلا كان ميكانيسيان كيعاودهم في البيع وهذا الحمد لله ما خصنا حتى خير مدرسة غالية مخاتها غالية كان كيخلصها لي سونتر ديال اللغات هذا هذا الحمد لله. ولكن ماشي بحال اللي كانوا كيقراو معايا اللي كانوا معايا تاني كان مستوى آخر كان الساك ديال 5 مليون هو اللي كيجيبوه للمدرسة كان مثلا يمشيو هما في برازيل هما في هذه فهمتي باش نعطيكم الفرق يعني
بحال قلتي انا I was okay ولكن ماشي اوكي لدرجه انني نجيب صاك ديال 5 مليون كل نهار، فهمتي؟ كان لاباس عليهم هذاك بحال قلتي حدا المالكي رحال الفاسيين هذا، فهمتي؟ وصافي المهم افيك لو طون الحمد لله مزيان الانسان تاقلم وهذا، ولكن نفس هذاك الكليكه اللي كانوا كما كنقولوا شايفين راسهم وهذا وكيهضروا ما كيقولوش ليك، ولكن كتحس بهم انهم بحال نوع من السخريه. انا كمشيتي فين وكذا ملي سهل عليا الله جيت هنا طيبت ورقيه استقريت، كيشوفوا لينكدين ديك الساعه كنت خدامه في الاوتيل كيشوفوا الناس اللي كنعرفهم، صافي انني استقريت وبقيت هنايا وسهل عليا الله وهذا كلشي ولا باغي يهضر معايا كلشي صافي ليا ميساجات رجاء صافا ما شيري تو با بيان تي مامون كي اولا الشيء ديال فهمتي لا تما كاين لا تي مامون كي لا تي مامون كي كاين والو فا يا المهم انا كنقول لكم هذا الشيء نعطيكم شويه ان بيتي بو ديسبوار. الانسان ما يفقدش الامل يعني يو هاف تو فايت جوسكو بو وصافي ان شاء الله باذن الله الله سبحانه وتعالى يعوضك خير في كل شيء. وتا حاجه ما كتستحق عارفه هذا الشيء انه ساهل اننا نقولوه وصعيب اننا نديروه، ولكن تفكروا غير هذا الشيء لي غا بيان كي غي غا لو ديرني. كنعرف ناس سقطوا عام وزوج وثلاثه وفي الاخر بحال واحد السيد درت معاه لايف نقول لكم بالزربه حسيت راهي طولت. واحد السيد درت معاه لايف ومسكين كان جاتو الديبرسيون ديال بصح يعني ما عمره ما شد الباك وما خدمش ما خدمش مسكين كيخدم ويخرج وبحال هكا مخربق شويه ما كملش قرايته وكذا وحتى دار مع 38 عام ما عرفت شنو دار تقريبا 37 38 عرفتي شناهي باش دير حتى دير 37 ولا 38 وشوف سبحان الله صافي قال ليه راسو انا جالس انا تشمرت وجلست هذا قال لي مسكين مسكين بكي كلشي كيقول لي ما داير والو ما مزوج ما خدام ما زايد ما والو مسكين صافي راه كاين شي نوع في البشر ديال عندنا حنايا صافي كيقول لك البلوه تعيش واقيلا كيقول صافي ما فالله يحسن العنوان الانسان كله وظروفه صافي اش داير قال اش غندير ما ندير غندير باك حر ما عرفت علاش 38 عام شنو داير باك حر نجح فيه حس براسو هكا مسكين فرح شويه انا شي انجاز زعما حس بيه قدام العائله وقدام راسو شد الباك. تخيلوا معايا الخطوه الثانيه دفع القرعه ديال الميريكان وتخيلوا سيداتي سادتي جات فيه القرعه ديال الميريكان ما شاء الله تبارك الله خدا باكو جا الميريكان خدم هنا دار الاي تي هذا تبارك الله عنده طوموبيله اخر موديل خدام مزيان كيقرا اون باراليل وبخير ما خاصو حتى خير شتي كيفاش عوض الله سبحانه وتعالى ما عمر ما يقول الانسان يفقد الامل وهذا نصبر راسو يقول ان شاء الله مازال جاي الخير مازال جاي الخير وهذا ما كان ودعيوا معايا وندعيوا معاكم والله يسهل علينا كاملين يا رب العالمين والله يفرجها على كل واحد الله ينجح الوليدات اللي كيدوزوا الباك ولا اي حاجه ولا السيزيام ولا هذا اللي ما نجحوش قول مع راسك صافي انا غناخذها فرصه باش نكون احسن انني نخدم على راسي وان شاء الله نعاود مره وجوج وثلاثه واينات يا الله السلام عليكم.